والآن نتابع آخر أخبار الطقس والحالة الجوية مرة ثالثة وأخيرة. سارة نجيب لك. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المحافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 19 والصغرى 11، الإسكندرية 18-13، مطروح 17-13، بورسعيد 19-12، والإسماعيلية 20-12. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 19-10، العريش 21-10، طابة 23-12، شرم الشيخ 24-16، والغردقة 25-15. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 26 والصغرى 11، أسوان 27-15، الوادي الجديد 24-10، شلاتين 28-20، وأخيرا حلايب 27-19. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.